مرحبا اصدقائي، وياكم حارث المهندس. رجعنا اليوم وياكم بعرض جديد لشقه صفر ما حد ساكن فيها. العرض اللي عندنا اليوم في مجمع كامل الخدمات، فيه مسبح خارجي، جراج، مولد، سكيورتي، كذلك فيه ساونا، صاله رشاقه، كل الخدمات. الشقه تقع في الطابق الثاني بالبناء، لكن هي بالطابق الرابع لانه تحتها اكو طابقين اللي هن محلات. طبعا على شارع اتاتورك مباشره، 400 متر عن البحر، 13 كيلو متر عن سنتر مدينه الانيا، في منطقه محمود لار. الشقه المساحه الصافيه مالتها 90 متر مع البلكونات، فيها بلكونات اثنين بحدود ال 110 متر. راح نفوت نشوف هذه الشقه وتفاصيلها، خليكم ويانا. ومثل ما تشوفون اصدقائي، طبعا الشقه مالتنا تقع في هذا البناء اللي امامنا، وهنا مباشره شارع اتاتورك الخدمات كلها راح تكون فيه. هنا عندنا سكيورتي اول ما ندخل، وهنا نشوف ايضا المكان فيه مولد، فيه جراج مغلق، يعني خدمات تكون بسيطه نوعا ما. هنا طبعا عندنا منطقه العاب اطفال، و طبعا راح تشوفون هنا مكان اكو للشواء، وايضا هنا راح نشوف المسبح الخاص في هذا البناء. هذا هو المسبح الخاص، حاليا اكيد فتره شتاء فيتوقف المسبح عن العمل. محطه الباص مباشره اول ما تطلعون من البناء، اذا تلاحظوها خدمات كلها قريبه عليكم. هذا هو البناء، بناء جديد، الشقه صفر ما مسكونه قبل. راح نطب نشوفها ونشوف تفاصيلها. بالبدايه راح نطب نشوف الخدمات الموجوده، ومن ثم نصعد الى الشقه مالتنا. طبعا هنا عندنا شفرة تفتح لكم الباب، وبعد ما تدخلون هذا هو المدخل. عندنا اكيد مصعدين، مصعد من هنا مصعد هنا، والخدمات تكون بالاسفل، راح ننزل نشوفها بقوية. وهذه هنا عندنا من هنا طبعا عندنا صالة الساونا، هنا عندنا مخزن بايسكلات، وكذلك صالة الرشاقة تكون هناك. هسه راح نصعد للشقة بقوية. وهسه امامكم وصلنا للطابق الثاني، هو كانه طابق رابع لانه اكو طابقين محلات. الشقة مالتنا هنا، هذه المسبح مال البناء مثل ما نعرف. الشقة صفر ما حد ساكن فيها، هذه هي الشقة. المساحة مالتها بحدود المساحة الصافية بحدود 90 متر، مع البالكونات توصل الى 110 متر تقريبا. هذا هنا عندنا المدخل مثل ما نشوف امامنا، تشوفون امامكم غرفتين نوم، هذه غرفة نوم اولى رئيسية ماستر، غرفة نوم اطفال، هنا الصالون. خلينا نبلش بالبداية بالصالون، هذا هو المطبخ. طبعا تشوفون الشقة تكون نوعا ما وسخة لان متروكة، لكن هي صفر ما مستخدمة. هذه هي مساحة البالكون، مساحة لا بأس بها، ترتيبها يكون حلو من نحط الاثاث، يعني هنا مثلا تنحط طاولة التلفزيون، وهنا الاثاث يكون، وهنا ممكن تكون طاولة الطعام. عندنا بالكون يطل مباشرة على شارع اتاتورك مثل ما نشوف امامنا. هذا هو شارع اتاتورك امامكم، هنا الخدمات كلها موجودة، وهنا هذا المطعم السوري، وهنا من سوق الثلاثاء، يعني تعتبر مثل السنتر. ومساحة البالكون ايضا حلوة مثل ما نشوف. اللي تقدرون تسووه واللي هو انا اقترحه انه هذا البالكون، كذلك عندنا بالكون ثاني هنا يتغلف جام مثل هذا البالكون، يصير جام اولا يكون احلى، يعطيكم خصوصية اكثر، نفس الوقت يقلل من الضوضاء مال الشارع، فتقدرون انتم بكل سهولة تفتحون هذا الحائط، وتصير هذه كلها عبارة عن صالون، يعني هنا عندنا الصالون، وبرا ايضا يصير عبارة عن الصالون، فيكبر الصالون بصورة كبيرة. خلونا نكمل باقي الشقة. طبعا هنا هاي غرفة نوم الأطفال، واللي هي غرفة نوم صغيرة، يعني هنا ممكن ينحط سرير، وكذلك ينحط هنا سرير، وهنا تنحط خزانة مال الملابس الصغيرة. الشقة صفر ما حد ساكن فيها. هذا هو الحمام الأول مثل ما نشوف، عندنا المغسلة، كذلك الشاور، وأيضا التواليت، وتشوفون أمامكم الحمام. هذه هنا عندنا غرفة النوم الثانية الماستر، تشوفون مساحتها، أيضاً مساحتها نوعا ما صغيرة، لكن مثل ما قلت لكم عندما ينسد البالكون، خلي أشوفكم البالكون، هذا هو البالكون الثاني، هذه هي مساحته. عندما ينسد هذا البالكون مع هذه الغرفة، هذه تنفتح من هنا، هذه تنشال هنا، ينحط جام
راح تكون غرفة النوم واسعة نوعا ما. هنا عندنا الحمام الخاص بغرفة النوم، أكيد فيه تواليت، كذلك الشاور والمغسلة. شفنا الشقة أمامنا، طبعا غلق الجام هذا وكذلك الجام مع البالكون الثاني راح يكلف بحدود الألف يورو تقريبا، لأن هذا لازم تحطوه في بالكم كمصرف إضافي. ابقوا ويانا خلينا نتكلم عن تفاصيل هذه الشقة، خليكم معنا. ومثل ما شفنا أصدقائي في هذا العرض، شقة حلوة صفر، ما حد ساكن بها، غرفتين نوم وصالون. المجمع فيه سيكوريتي، فيه مسبح، فيه ساونا، كذلك حدائق، جراج خاص فيه، ايضا قريبه على كل الخدمات مباشره على شارع اتاتورك، على بعد 400 متر من البحر، قريبه على كل الخدمات، على بعد 13 كيلومتر من سنتر مدينه ألانيا في منطقه محمود لار. الشقه مساحه بحدود 90 متر، طابق رابع، هي طابق ثاني بالبناء. اتمنى ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو. السعر المطلوب فيها هو فقط 73 الف يورو، واللي هو سعر شقه غرفه نوم وصالون. اي سؤال استفسار عندكم تواصلوا على الارقام الموجوده اعلى الشاشه، وان شاء الله يا رب نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.